أنا نوف العريني، فنانة تشكيلية سعودية ومدربة فنون. بإذن الله جديدي القادم معرض مع مجموعة فنانات الوطن من جمعية الثقافة والفنون جصفت بالرياض. هذه أحد أعمالي اللي راح أشارك فيها بإذن الله. هذا المعرض يتكلم عن التراث السعودي، عن كل منطقة من مناطق السعودية، كل فنان يعبر بريشته عن منطقته. طبعاً نفذت هذه اللوحة من المدرسة الوحشية، دمجت فيها بعض الأساليب المعاصرة، استخدمت الألوان الصارخة، استخدمت التقنيات المختلفة في هذه اللوحة، أيضاً استخدمت الخط العربي، ضربات الفرشات، حاولت أبين أعمالنا التراثية بطابع معاصر. كانت مسيرتي الفنية تقريباً 8 سنوات احترفت فيها الفن التشكيلي. خلال هذه المسيرة و8 سنوات شاركت في تقريباً 6 معارض جماعية، أنتجت 30 عمل أو أكثر، ما يقارب من 30 عمل، اقتنيت بعض الأعمال، وفي لوحة هي تعتبر حصيلة هذه 8 سنوات، اللي هي لوحة استلهمتها من والدتي، لوحة المرأة السعودية. هذه اللوحة لسه ما عرضت، وتعتبر من أكثر الأعمال معنوية بالنسبة لي وأغلاها سعراً إلى الآن، ولسه ما عرضت. ذوبان الأعراق عمل فني قدمت فيه 22 قطعة رسمتها بشكل منفصل. طبعاً استلهمت هذه الفكرة لما كنت في أداء العمرة في مكة المكرمة. ألهمني الشعور كيف أن كلنا ذابت بيننا الأعراق لما سجدنا، لما صلينا في الحرم ما كان بيننا الفروقات. استشعرت هذه الروحانية أن كلنا كشخص واحد، فأنا رمزت هذه اللوحة اللي ألهمتني، فأنا استخدمت رمزية اللون الذوبان، فدمجت بين لونين كأننا من عرق واحد.